فضيلة الشيخ، بالنسبة للصائم يقع في بعض المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وبعض السب أو الشتم أو بعض المنازعات أو مع شخص آخر، هل نقول له قد فسد صومك بهذه المعصية؟ أولا في الحقيقة هذه الأشياء التي ذكرتها طبعا هي محرمة في كل الأوقات، نعم، ولا تختص في الصيام فقط، الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسباب واللعان والشتم، هذه كلها أمور محرمة ومنهي عنها، سواء كان الأمر في رمضان أو في غير رمضان. فينبغي للإنسان في الحقيقة أن يبتعد عن هذه الخصال الذميمة والأخلاق الرذيلة. الأمر الثاني فيما يتعلق في الصيام، ينص أهل العلم كثيرا على هذه المسائل حال الصوم. لماذا؟ لأن في الحقيقة الإنسان حال الصوم متلبس بعبادة من أجل العبادة من أعظمها وأفضلها عند الله عز وجل، بل إن الله تعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يليق في الحقيقة للصائم أن يعني يجهل هذا الجهل، بمعنى أنه يبدأ يغتاب حال صومه أو ينوم أو يكذب أو يقول الزور أو ينطق بالفحش مثلا أو يلعن أو يسب مثلا أو نحو هذه الأخلاق الرذيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام في يعني أحاديث لا يخلو إسنادها من مقال. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم. هكذا ينبغي للصائم أن يفعل حال صومه إذا جهل عليه. لكن من وقع في مثل هذه الأشياء هل يفسد صومه أم لا؟ الحقيقة أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من وقع في الغيبة أو النميمة فقد فسد صومه، واستدلوا بهذا الحديث، وأيضا استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفيد هذا الأمر. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن صومه صحيح لكنه لا أجر له أو أجره ناقص، فإما أن يذهب الأجر بالكلية وإما أن يذهب بعض الأجر بالنسبة للصائم، وهذا راجع على قدر حجم الزور والفحش والغيبة والنميمة التي ينطق بها، فإن كان قليلا فذهب بعض الأجر، وإن كان كثيرا قد يذهب الأجر كله. أما فرضية الصوم فقد أسقطه وليس عليه قضاء، هذا قول بعض أهل العلم. والواجب على الإنسان في الحقيقة أن يجعل من شهر رمضان من الصيام يعني نقطة يصطلح فيها مع نفسه، يصطلح فيها مع الآخرين، يصطلح فيها مع ربه جل وعلا، يبتعد عن يعوذ نفسه. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا لا أستطيع، أنا تعودت على هذا الشيء، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فالصبر يؤخذ بالتصبر، الكرم يعني بذل ومجاهدة النفس، طيب الكلام وحسن المنطق أيضا بالتعود، استطيع الإنسان يتعود. كثير من الناس الآن يعود نفسه على أشياء دنيوية، فالواجب عليه أن يعود نفسه على مثل يعني هذه الخلال الجميلة والصفات الطيبة، وأن يبتعد عن سيء الأخلاق ورذيل الطباع. ولذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. بعض الناس لا يتغير لا في رمضان ولا في غير رمضان، الحال هي الحال، وهذا في الحقيقة خطأ. ولذلك يقول الأول إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فالواجب على الإنسان أن يربي نفسه وأن يعودها على الخير وأن يأخذها المآخذ الطيبة التي يترقى في مدارج الكمال جهة الأخلاق والسلوك وجهة الطباع، هذا الواجب على الإنسان.